السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الواحد يكسب فلوس من الانترنت؟ اولا في ناس كتيرة جدا بتقول على طرق كتيرة بيبقى فيها نصب وفيها حاجة غلط وبيبقى فيها هرم وهمي، يقول لك ادفع مبلغ وتاخد فلوس كتيرة. كل الحاجات دي ابعد عنها، لان كل الناس اللي جربت يعني ندمت، فابعد عن الحاجات دي وابعد عن اي حاجة حرام، ابعد عن اي حاجة فيها مشاكل قانونية. الحاجات الرزق الحلال موجود كتير جدا على الانترنت، فالتمس الرزق الحلال. ازاي الناس بتكسب فلوس كتير من على الانترنت؟ اول حاجه لازم تعرف انت قوي في ايه. يعني ممكن تكون انت قوي في حاجه بس انت بتضيع وقتك في حاجه تانية خالص. يعني انت مثلا قوي في الانجليزي، فممكن تدي كورسات لناس ازاي يعرفوا انجليزي، هتلاقي انا اول واحد عندك، هتلاقي ناس كتير جايه. ممكن تكون انت قوي في لغه من اللغات، مثلا اسباني فرنساوي، وتبدا تدي كورسات. ممكن تكون انت عربي وعارف عربي كويس، خد كورسات ازاي تدرس عربي غير العرب وتدي كورسات. اعرف ناس بتكسب فلوس فعلا من موضوع ان هي بتدرس عربي للناس غير عرب وجايين يشتغلوا في الخليج، فمحتاجين ان هم يعرفوا عربي. فمن خلال الانترنت ومن غير ما تروح وتيجي وقاعد في البيت بالبيجامه بتبدا تدي كورسات كويسه جدا. في ناس بتكسب فلوس عن طريق اليوتيوب، بس يكون في سر بقى في موضوع في حاجات كثيره يعني في موضوع اليوتيوب. ان شاء الله نعمل سلسله ونبدا نتكلم ازاي تكسب فلوس من عن طريق الانترنت، طرق كلها حلال وكلها كويسه، وما فيش ولا مرة من مراتها هقول لك تديني قرش، يعني مش هقول لك اديني ريال وهيرجع لك بعد كده جنيه ولا حاجة خالص، لا هي إن شاء الله معلومة وصلت لي وهقول لك وصلت إزاي. اليوتيوب بتدور على موضوع يهم الناس، تمام، وتبدأ تحطه. وهنبدأ نتكلم على موضوع اللغة وإزاي أعمل فيديوهات بالشكل ده وحاجات زي كده. هي الفكرة كلها إن أنت تعمل محتوى يهم الناس كتير، فأنت لما بتحط فيديوهات بتبدأ يبقى في ناس، فساعتها بتبدا تتفق مع اليوتيوب ان انت بتاخد يحط اعلانات وانت تاخد جزء من الارباح وياخد جزء من الارباح. في حاجه تانية زي موضوع الامازون، الامازون بيعمل منتجات ويبيعها، ففي حاجه اسمها افيليت، ان انت لما بتبيع حاجه او انت تحط رابط عندك على الفيسبوك او التويتر او عندك على المدونه بتاعتك، لو حد جه من خلال الرابط دوت الامازون بيديك فلوس، بيديك مقابل، تمام. يعني حد اشترى كتاب مثلا، حصلت مره حطيت رابط عندي على المدونه وناس اشترت الكتب فطلع لي مبلغ من الموضوع ده. دي حيله، دي فكره من ضمن الافكار. في واحد ممكن يعمل كورس كامل ويحطه على موقع من المواقع اللي هي بتبيع دروس تعليميه زي اودمي، زي ليندا، زي كذا، وتاخد مقابل، يا اما نسبه من الحاجات، يا اما بتاخد مبلغ معين مقابل ان انت سجلت الكورس. في ناس مثلا عملت حاجات على اليوتيوب، يعني اكتر واحد بياخد ربح من اليوتيوب بيلعب جيمز، هو قوي في الجيمز، هو بيعمل ايه؟ بيمسك اللعبه وبيقعد يشرح للناس هو بيلعب اللعبه تلعب ازاي، بيجيب احدث الالعاب، فانت قبل ما تلعب اللعبه تشوف تعليق الراجل دوت، فملايين مهتمين بالالعاب بيخشوا. عكس مثلا لما تكون بتتكلم في حاجه مثلا هندسيه قوي، فمش كل الناس مهتمه بالهندسه او طبيه، مش كل الناس مهتمه بالطب. لو عملت فيديوهات مثلا تعليم لغه عربيه، لو عملت تعليم الغرويفي، لو عملت فيديوهات مثلا عن الاثار، ممكن ما يجيلكش فلوس من الاعلانات، تمام. وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل بعد كده، بس ده فيديو سريع. ممكن ما يجيلكش فلوس من الاعلانات مباشره، بس هيجيلك من خلال فرص عمل، تمام. هتلاقي ناس اتعرفت في السوق بتاعك، والمجال كل المجالات صغيره والناس عارفين بعض، فتلاقي ناس تتصل بيك، طب تعالى اشتغل، احنا عرفنا ان انت كويس، تمام. دي هي فكره من ضمن افكار الفلوس عن طريق الانترنت. ممكن لو انت ديزاين بتعرف تصمم اي حاجه، في ناس كتير بتكسب مبالغ كتير جدا منها، بتصمم تيشيرتات وتحطها على المتاجر وبتكسب منها. اي حد بيشتري القميص دوت بيبقى ليه مبلغ من المال مقابل ان هو صمم، مش ان هو طبع. وفي ناس مثلا بتعمل كتب وتحطها، في ناس بتبرمج تطبيقات على الاندرويد، تمام، وتحطها مثلا ببلاش، بس لو انت حملتها يبقى في اعلانات، هو بيكسب من الاعلانات ديت، تمام. ففي افكار كتير جدا من الربح من خلال الانترنت، تبدا تدرس كده السوق، تبدا تفكر تعمله، بحيث ممكن يكون مصدر اساسي او مصدر احتياطي، بحيث لو حصل اي حاجه لا قدر الله يسندك شويه لحد ما تلاقي فرصه تانية. وان شاء الله تبقى في فيديوهات كتيره على قناه بيما ريبيا على موضوع ازاي الواحد يكسب من الانترنت بافكار كتيره مختلفه.